alles finden. إن القلب لا يحزن والعين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربي ربنا. وداعا أخي العزيز أصحاب كل مرة من اليوم في هولندا في بلجيكا في كذا جاوي بالدعوة سامع خويا تودع مع صاحبكم مع اخوكم او واحد مشى منكم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الله يرحمه. راه مازال عاد الصفحة ديالو في فيسبوك ملي كنشوفها كان لا حول ولا قوة الا بالله. شوفوا الدنيا كي دايرة. انا كنفكروا غير في الدنيا غير في الدنيا ما نفكروش بان لازم يجي واحد الوقت اللي غادي نموت. دليل للأدلة التي تدلنا على الله سبحانه وتعالى وعلى قدرته وعلى عظمته. دليل من أدلة التي نعرف بها أن الذي يحيي ويميت هو الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان إنما هو خلق من خلق الله وعبد من عبيد الله، فهو الذي يتحكم فيه وهو الذي يقدر له متى يأتي ومتى ينتهي. هذا الواعظ الذي هو واعظ الموت على كل واحد فينا أن يعظ به نفسه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نتذكر الموت ويقول تذكروا هادم اللذات. وكان أحد الناس يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله من أكيس الناس أي من أعقل الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم ذكر للموت. أكثر الناس ذكر للموت هو أعقل الناس وهو أكيس الناس وهو أقرب الإنسان إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أخونا عاش معنا وعاش مع كثير من أصدقائه وأحبابه وقد انتهى أجله، ولكل واحد فينا أجل سينتهي وسنرحل جميعا إلى الله سبحانه وتعالى. كيف لا وقد رحل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى يقول ورسولنا صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الموت باب كما قال الشاعر وكل الناس داخله، ولكن يا ليت بعد الموت ما الدار. هذه الحفرة سندخلها زيارة لننتقل بعد ذلك إلى الدار الآخرة، ودار الآخرة إما نعيم مقيم وإما غير ذلك. والإنسان عليه أن يستعد لهذا، لمثل هذا فليعمل العاملون. الشباب عليهم أن يستعدوا لهذه الحفرة، والموت لا يخير بين الشباب والشيوخ، فهذا شاب من الشباب وجاءته الموت لأن أجله قد انتهى. وهنالك من الشيوخ ربما حضروا في عقيقة هذا الأخ
حضروا في عقيقته وحضروا الآن في موته، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى الأعمار ذلك إخواني. ونحن نحضر هذه الجنازة، فإن أعظم درس نأخذه معنا بعد الأجر إن شاء الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى أن يؤجرنا على حضورنا في هذا المكان. أعظم درس نتعلمه اليوم وأكبر شيء يستفيده الإنسان في هذا اليوم أن الموت يذكره بالله، يذكره بحقيقة الدنيا. الدنيا إلا متاع الغرور، الدنيا إلا لهو ولعب، إنه الحياة الدنيا لعب ولهو زينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. مثل هذا النبات يطلع يخضر بين عشية وضحاها يصبح مصفرا، يصبح الأرض جرداء. لذلك إخواني علينا أن نستحضر هذا دائما، علينا أن نجعله بين أعيننا حتى نكون على بينة من أمرنا في هذه الدنيا. فقد كان أحد الصحابة يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من حياتك لموتك، خذ من حياتك لموتك. على الإنسان أن يأخذ من حياته لموته، عليه أن يستعد لدار الآخرة. الله سبحانه وتعالى أن يرحم خان عبد الله، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعفو عنه، اكرم نزلاه ووسع مدخله، اللهم اجعله دار خير من داره، واهلا خير من اهله، وعافه من فتنة القبر وعذاب جهنم. اللهم انه رحل الدنيا وتركها وراء ظهره، ونزل عندك ضيفا، فاللهم اكرمه يا ربنا، اللهم قابله بفضلك ولا تقابله بعدلك، اللهم قابله بفضلك ولا تقابله بعدلك، اللهم قابله بفضلك ولا تقابله بعدلك، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم أنس وحشته في قبره، اللهم أنس وحشته في قبره، اللهم تجاوز عنه يا ربنا، اللهم تجاوز عنه يا ربنا، اللهم إن كان محسن فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسن فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تفتنا أجراه ولا تفتنا بعداه، واغفر لنا وله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارزق أهله وذويه وأولاده الصبر السلوان، اللهم ارزقهم الصبر الجميل، اللهم أخلف عليهم به خير يا رب العالمين، الله سبحانه وتعالى أن يرزق الصبر أيضا لأخيه الحاج محمد والعائلة كلها في المغرب، إن شاء الله سبحانه وتعالى الإخوان الأصدقاء ديالهم، الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم أيضا الصبر، الله سبحانه وتعالى أن يعوضهم خيرا، الله سبحانه وتعالى أن يبارك بالإخوة الذين حضروا جميعا، اللهم اجعل خطواتكم هذه في ميزان حسناتكم، اللهم بارك لكم في الصحة وفي الدين وفي الدنيا وفي الآخرة أيضا يا رب العالمين. اللهم ارحم امواتنا جميعا في هذه المدينه، مدينه الاموات، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اجعلهم في العليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حسن اولئك رفيقا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا كربا الا نفسته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا حاجة الا قضيتها ويسرتها، يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Thank you.
أودي.